أستاذ زعيد بن زين الدين ذكر أنه هذه الآية الكريمة، يعني أكثم بن صيفي هذا رجل مشرك وسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابنيه، إلى مكة ليسمع أخبار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل إلى مكة صادف نزول هذه الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعندما جاء ابناه إلى مكة وصادف نزول هذه الآية، فعاد بهما إلى أبيهما الكافر، فسألهما فقال: سمعنا والله منه كلاما طيبا، سمعنا قرآنا نزل عليه يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال الرجل: إن لم يكن هذا دين فهذا في حياة الناس وسلوكيات الناس وأخلاق الناس شيء عظيم. فتفتح قلب المشرك لآيات القرآن الكريم. وما إسلام الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم إلا لسماعهم بعض الآيات التي نزلت فصادفت قلوبا يعني مؤهلة وأرضا خصبة، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. لما لا نظن ذلك يعني نوع من الفتح الإلهي والتكريم والحفاوة بكلام الله سبحانه وتعالى؟ وقد يوفق الله، يعني أسأل كثير من إخواننا علماء وطلاب ماليزيا: هل ذهب عندكم خالد بن الوليد بالسيف بتاعه؟ أبدا والله، ما ذهب خالد بن الوليد لا إلى ماليزيا ولا إلى سنغافورة ولا إلى هنا ولا هنا، إنما اللي ذهب هناك القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة ونحن نريد أن تكون لنا صورة طيبة يعني عند الناس. ما لم، كما تفضل الزملاء الأفاضل فضيلة الشيخ ناصر، ما لم يتناول هؤلاء الناس كلام الله تعالى من باب السخرية أو الإهانة أو التهكم، بل يتناولون من باب الاستشهاد به في الفضائل الأخلاق وفضائل المعاملات والسلوكيات الطيبة. هكذا نرى في ملك إنجلترا أو ولي عهد إنجلترا يستشهد بآيات القرآن الكريم ويدعو شباب إنجلترا إلى التخلق بالسلوكيات الإسلامية، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيناهم هكذا نحمد الله عز وجل ونعلم أن هذا الدين حق وأنه سينتشر، ولا يبقى بيت حجر ولا مضر إلا يدخله هذا الدين، يعز الله عز وجل به عزيزا ويجل الله سبحانه وتعالى به ذليلا. هذا معنى حديث لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني سيبلغ هذا الدين مبلغ الشمس والقمر، يعني ولا يبقى بيت حجر ولا مضر إلا يدخله هذا الدين. فهذا مصداق لأخذ كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا نوع من الفتح الإلهي، وكما يعني أقول إنه هذا ما لم يعني يصطدم ب يعني الأمور السياسية أو بحياتنا، وإذا كان هذا من قبيل التكريم والتعظيم لآيات القرآن الكريم. ألا يدرسون الآن في أوروبا آيات الاقتصاد الإسلامي ويريدون أن يأخذوا بمبادئ الاقتصاد الإسلامي عندنا؟ هذا أيضا فتح. نقول لهم لا تأخذوا مبادئ الاقتصاد الإسلامي، يعني هل هو دين مغلق؟ لا أبدا، دين مفتوح للعالم كله. وكما تحدث الزملاء الأفاضل أن الدعوة الإسلامية وأن العالم كله الآن أصبح قرية واحدة الآن، والثقافة الآن أصبحت الآن موصولة بعضها البعض، وينبغي أن تسود ثقافتنا الدينية لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم لها. فلما يعني نسيء الظن بهذا الأمر؟ ولما لا نعتبر هذا نوع من الكرامة والإعزاز لكلام الله سبحانه وتعالى؟ ما لم يهن القرآن الكريم، يعني ما لم نرى إنسان يمسك بالمصحف ويهينه. وأما إذا كان يعني نقول إنه
غير طاهر أو كذا، يعني الرسالة التي جاءت هي المقوقس، عظيم القبط بمصر ستقع في يده وفيها قرآن كريم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وما يدريك أن عندهم مصحف ويقرؤون منه، وما يدريك أن هناك كثير من الناس يعني يدينون بدين الإسلام لكنهم لا يعلنون إسلامهم، لا يعلنونه بل يختفون خوفا من بعض الأنظمة، وما يدريك ذلك. يعني فلا أرى أن يؤخذ هذا الأمر بحساسية، وإنما نعتقد أنه نوع من يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونوع من النبوءة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أن هذا الدين سينتشر إن شاء الله تعالى، ولا يبقى بيت من حجر ولا من طين ولا غيره إلا ويدخله هذا الدين العظيم إن شاء الله. فإذا استشهدوا هذه الآيات في مجال التكريم والإعزاز والحفاوة هذا شيء طيب إن شاء الله ولا غبار عليه، وهذا يعني ما ينقدح في ذهني وما أراه، والله الموفق. ونحن نشكر الإخوة الأعزاء والزملاء الأفاضل إذ يهتمون بأمور دينهم، ومن لم يهتم بأمر دينه فليس من الإسلام في شيء، وليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين، وهذا نوع أيضا من الاهتمام بأمور المسلمين، فنشكركم على ذلك، ونشكركم أيضا لحسن ثقتكم في المشايخ ليبيا ومشايخ مصر، وأيضا أنتم علماء أفاضل وكرام على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، وهذا ما نرى، لا حرج ولا بأس أبدا، ولا يؤخذ هذا الأمر بمثل هذه الحساسية إن شاء الله. وإنما يعني لقد رأيت هناك من يقول إيه بنقد المذاهب الأربعة، كيف لا نحزن على ذلك، لا نحزن عندما نرى بعض الناس يقولون لا داعي للمذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة الذين درسوا الفقه ودرسوا العام والخاص والناسخ والمنسوخ وبينوا لنا هذا الدين، عندما نرى بعض الناس يقول نحن نفهم كما يفهمون ولا داعي للمذاهب نحزن، إنما عندما نرى غير المسلم يعني يحتفي بآيات القرآن الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى ونساعده. ألم يأمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم اللغات الأخرى؟ ليه؟ لما أمر بذلك؟ لنبلغ الناس، لنبلغ دعوة الله لبلاد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من يتعلم لنا لغة يهود؟ لما هنتعلم لغة يهود؟ من أجل أي شيء؟ لنبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وإحنا عينها تبع الآن. وجزى الله علماء الأزهر خيرا، فإنهم كانوا قد أخذوا يعني قرارا أن لا يأخذ دكتوراه إلا من يتقن اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، والآن عندنا كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية بالإنجليزية وغيرها، لأيضا نشر دين الله في الأرض لهؤلاء الناس، وإلا فكيف نبلغهم الدعوة؟ هذا والله الهادي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.